لأنه كرة القدم كانت أول لعبة رياضية تعرفت عليها بطفولتي. نزلت على الملعب ولعبت مع رفقاتي بين حارس المرمى والهجوم، نسقنا اللعبة حتى نفوز. الفرحة بتسديد الأهداف ما كانت سر الجماهيرية الكبيرة لكرة القدم، وإنما اللعبة نفسها بمهارة لاعبينا والمتعة اللي منلاحظها بتكتيكات وإبداع الفريق اللي منحبه. يعني الفن هو السر؟ خلال هالسنوات الطويلة لكرة القدم قدم مدربين ولاعبين طرق لعب روعة في تناسقها، أظهرت أسلوب عميق في كرة القدم. شوي شوي مع تطور التصميم وصناعة الكرة ذاتها تطورت هالطرق ليعرضوا أهم وأنجح الأساليب المعروفة لليوم، مثل التيكي تاكا، الأسلوب القائم على وحدة الفريق وانسجامه العالي مع المرونة واللياقة والفهم الشامل للهندسة الفراغية في ملاعب كرة القدم اللي بيعتمد على حياسة الفريق للكرة لفترة طويلة وتنفيذه لتمريرات قصيرة وسريعة، واعتبار هالكرة قنبلة موقوتة لازم وضروري يتم تمريرها لاختراق خطوط دفاع الفريق الآخر وتحقيق النتيجة. تحرك، تمركز، مثلثات وأضلاع صعبة ولكنها مهمة في عالم الرياضة.